هذا العزيز ليش ارتفعت اليوم؟ النظام سويفت عندما انضم العراق إلى اتفاقية سويفت العالمية ووافق على البنود 17 لهذه الاتفاقية، العراق يجب أن يطبق هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية، شوي نتوسع بهذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية أوكلت شركة أفاك العالمية أو مؤسسة أفاك العالمية للسيطرة على العمل التجاري والحوالات التجارية في العراق. حقيقة هذه المؤسسة كانت قبل، يعني خلينا نتكلم شهر 10 الماضي، كانت مسيطرة في هذا الجانب بحدود 15 إلى 20% من الحوالات أو التعامل التجاري في العراق. الآن هي مسؤولة 100%. هذه الشركة حقيقة من أصعب وأدق الشركات في هذا الجانب. حددت الدول اللي يكون تعامل معها بالدول. تمام، أنا جايك هسه بالتفاصيل. هذه المؤسسة المالية تتبع حركة الدولار الذي يتعامل به العراق إلى 16 مرحلة. يعني المستفيد الأخير من الدولار الواحد هذه المؤسسة المالية تستطيع الوصول إليه والتعرف عليه وتعرف لماذا أو كيف وصل له هذا الدولار. هذه المؤسسة من المؤسسات الصعبة حقيقة، تعاملت مع المكسيك، تعاملت مع الإمارات، تعاملت مع العراق. أعتقد بأن الإمارات أوفت التزاماتها وبدأ هناك انسجام أو كيفية التعامل السلس مع هذه المؤسسة، ما تبقى العراق والمكسيك. العراق مجبر على تطبيق تعليمات هذه الشركة أو هذه المؤسسة في تعاملاته التجارية، لكن تعرف احنا المصارف الأهلية وحتى المصارف الحكومية ما عندنا ذيك الخبرة او الإمكانية الفنية لمواكبة هذا ما يحدث في العالم. السبب من هو؟ السبب إدارة البنك المركزي العراقي السابقة، السياسة المالية السابقة. لا 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 لا، بالتحديد هسه راح اجي اشرح لك ليش إدارة البنك المركزي السابقة. العراق وضح إلى الفيدرالي الأمريكي بأن إمكانية المصارف الأهلية في العراق تتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار دولار إمكانيتها، لكن واقع الحال إمكانية المصارف الأهلية اللي الآن وصلت بحدود 80 مصرف أهلي ما عدا المصارف الحكومية، إمكانيتها ما توصل 5 مليار دولار. سيدي الفاضل، انصدمت الولايات المتحدة أو الفيدرالي الأمريكي انصدم بهذه المعلومة. بالإضافة إلى ذلك، حضرتك تعرف المتابع للشأن الاقتصادي بأن أغلب المصارف الأهلية انسحبت عن موضوع المنصة الإلكترونية بالنسبة للحوالات المستندية، والسبب عدم قدرتها على مواكبة التطور العالمي. احنا لو نرجع قليلا الى موضوع المنصة، يعني الموضوع تقني فقط، يعني تقنيا يعني بالنسبة لهاي المصارف لا اللي ما قدرت تواكب. لا لا لا، اكو مصارف تم استبعادهم من قبل الفيدرالي الامريكي، اوصل الفيدرالي الامريكي اربع مصارف بعدم التعامل معها، وهناك مصارف لم تستطع التعامل او مواكبة التطور في المنصة الالكترونية. احنا شوي نرجع بموضوع المنصة الالكترونية. حقيقة النظام سويفت فرض على العراق في بادئ الامر تطبيق المنصة الالكترونية بالنسبة لخطابات الضمان لشركات المقاولات وشركات التجارية. نجح العراق في هذا الموضوع وسيطر على عمليات الهدر في المال العام الذي يتسبب بسبب انه خطابات ضمان وما بيها تغطيه وما بيها تغطيه. بس المفروض نلمسه من خلال يعني المبيعات مال نافذه العمله هسه 261. اي لا لا، ما انا هسه جايك من المبيعات، مو هاي المبيعات سيدي الفاضل، اسبوعين يلا يوصل السره للتدقيق.